موفد الحدث إبراهيم فتفت من موقع استهداف السيارة على أوتوستراد جونيا، وهو الأوتوستراد الرابط بين بيروت وشمال لبنان. إليك إبراهيم، وأي تفاصيل لديك؟ صباح الخير ضحى. بالفعل قبل تقريبا ساعة ونصف ساعة من الآن استهدفت مسيرة إسرائيلية بداية بصاروخ سيارة رباعية الدفع على أوتوستراد جونيه، الطريق المؤدية من الشمال باتجاه العاصمة اللبنانية بيروت. سيارة رباعية الدفع كان بداخلها شخصان، رجل وامرأة، ترجلا من السيارة عند أول صاروخ استهدف تلك السيارة الذي أدى إلى تضررها بشكل طفيف. لم تنفجر السيارة، سارعا إلى الهرولة منها نحو الحرش خلفي، وعند نزولهما إلى هذه النقطة استهدفتهما نفس المسيرة بصاروخ آخر ما أدى إلى مقتلهما على الفور. كان هناك أيضا إلى جانبي أحد الأشخاص من شهود العيان الذين كانوا هنا أثناء تلك العملية، وأمسك الآن شظية من أحد الصواريخ التي استهدفت بها تلك السيارة المسيرة الإسرائيلية. كنت هون وقت حصلت هذه العملية، ماذا رأيت بالتحديد؟ كنت واقف حد اللي بيدور جيب كسفت أول مرة، ثاني مرة كسفت أول مرة، ثاني مرة صبتهم لحتى نزلوا على الجل صبتهم ثالث مرة. كان شخصي رجل وامرأة؟ رجل. بهيدي اللحظة في أضرار أخرى يعني إبراهيم، حينما حركت الكاميرا الصوت قطع، لو تعد لنا المعلومات التي كنت تسردها لنا منذ قليل حول هذا الاستهداف، ومن ثم نتحدث معك مع شهود العيان المتواجدين في تلك المنطقة. مرة جديدة نحن معك بالصورة والصوت. نعم تفضل. نعم ضحى، إن كنت تسمعينني. نعم إن كنت تسمعينني بوضوح الآن ضحى، إن كنت تسمعينني بوضوح، كنت أقول لك أنه عند مرور سيارة رباعية الدفع من نوع هوندا سي آر في أثناء توجهها على الطريق الدولية من طرابلس باتجاه بيروت في لبنان في محافظة جبل لبنان، بطبيعة الحال استهدفت مسيرة إسرائيلية هذه السيارة، لكنها صاروخ أول، لكنها لم تنفجر السيارة، فترجل منها الشخصان، الرجل والامرأة اللذين تحدثنا عنهما إلى هذه النقطة بالتحديد، فسارعت المسيرة إلى إعادة استهدافهما بصاروخ آخر ما أدى إلى مقتلهما على الفور. إذن هما شخصان، رجل وامرأة، كانا بسيارة رباعية استهدفتهما إسرائيلية بصاروخان أو بصاروخين لم يكن بشكل ثاني أدى إلى مقتله عندما الصوت يتقطع قليلا إبراهيم للأسف، لكن سمعنا منك حول السيارة في المرة الأولى. هذه هي الشظية استطعنا أن نحصل عليها من المكان في هذا الموقع، في هذا الموقع أستطيع أن أسمعك. نعم. هل هناك طوق أمني حول تلك المنطقة؟ أي مشهد يمكن أن تنقله لنا؟ نعم ضحى، بالفعل نحن سنحاول أن نثبت قليلا بالصورة بسبب ضعف الإرسال في هذه النقطة حيث نقف الآن، لكن سأحاول أن أصف المشهد. هناك طوق أمني من الجيش اللبناني والقوى الأمنية من قوى أمن الداخلي، وبإضافة إلى أيضا مخابرات الجيش اللبناني الذين سارعوا إلى فرض طوق أمني حول مكان هذا الاستهداف، وأبعدوا المارة والمواطنين عن ذلك المسرح حيث تمت هذه عملية الاستهداف. بطبيعة الحال كنت أشير إلى أنني أحمل شظية من الصاروخ الذي استهدف السيارة في المرة الأولى، حصلنا عليه من هذا المكان حيث نقف بالتحديد. هذه العملية كما ذكرت أؤكد أنها أدت إلى مقتل شخصين، رجل وامرأة. الاستهداف الصاروخ الأول لم يستهدفهما بشكل مباشر، سارعا على الفور إلى تضررت سيارتهما أوقفاها وسارعا للفرار إلى هذا الجل في إلى جانب الأوتوستراد، عندها استهدفتهم صاروخ ثان ما أدى على الفور إلى مقتلهما. إذن هذه هي تفاصيل كافة
من مكان الاستهداف الذي حصل هنا في جونية، الطريقة الدولية المؤدية من شمال لبنان من طرابلس باتجاه العاصمة اللبنانية بيروت. هذا كل شيء حتى الساعة ضحى. أعود إليك مجددا. في ديلي بيني وبينك إبراهيم، لكن أنا أسمعك الآن بوضوح من هذه الزاوية. سنحاول محاولة أنه نرى موقع الاستهداف ونرى إذا كنا ما زلنا سنسمعك حتى لو تحركت الكاميرا قليلا لنشاهد معك المشهد والسيارة التي استهدفت وأي أعمال في محيطها. حاول إبراهيم أن تنقل الصورة قليلا وتبقى معنا بالصوت لنقل المعلومات لمن انضم إلينا من المشاهدين مرة جديدة حول هذا الاستهداف. الآن لا نتحدث عن رجلين، نتحدث عن مقتل رجل وامرأة. يبدو أن الاتصال انقطع، لا أسمعك جيدا الآن. طيب فقدنا الاتصال.